أهلا بكم. في الفيديو السابق رأينا أن المجال المتجه يمكن كتابته كتدرج من مجال قياسي أو بطريقة أخرى يمكننا القول هذا يكون مساويا لجزئية F كابيتال بالنسبة لـ X ضرب I زائد جزئية F كابيتال المجال القياسي لدينا بالنسبة لـ Y ضرب J بطرق متعددة لنتذكر ما هو التدرج. رأينا أن المجال المتجه لدينا هو التدرج من المجال القياسي الذي نسميه المحافظ. هذا يخبرنا أن F هو مجال متجه محافظ. F is a conservative. F is a conservative vector field. مجال متجه محافظ. وأخبرنا أيضا في الفيديو الأخير أن التكامل الخطي لـ F بين نقطتين، دعوني أرسم النقطتين هنا، سأرسم الإحداثيات، هذا هو محور X وهذا محور Y، لنقول أن لدي نقاط، هذه واحدة وهذه الأخرى، ولدي مسارين مختلفين بين هاتين النقطتين. لدي المسار الأول والذي يسير تماما هكذا، سأسميه C1 ويذهب في هذا الاتجاه. C1 يسير بهذا الاتجاه. ولدي أيضا بلون مختلف بالأخضر C2 يسير هكذا، كلاهم يبدأ من هنا وينتقل إلى هناك. تعلمنا في الفيديو السابق أن التكامل الخطي مستقل المسار بين أي نقطتين. في هذه الحالة التكامل الخطي على طول C1 لـ F dot dr سيكون مساوياً للتكامل الخطي لـ C2. التكامل الخطي لـ C2 للمسار C2 لـ F.dr. الخط إذا كان لدينا جهد في المنطقة وسيكون في كل مكان، إذن التكامل الخطي بين أي نقطتين هو مستقل المسار. هذا هو الشيء المنظم عن المجال المحافظ. والآن في هذا الفيديو سأعمل امتداد أكثر عما أخذناه سابقا. في الحقيقة إنه امتداد مهم ومناسب ليكون بالفعل واضح بالنسبة لك. سأعيد ترتيب هذه المعادلة قليلا، دعوني أفعل ذلك. دعوني أعيد ترتيب هذه، سأكتبها باللون البرتقالي. التكامل الخطي للمسار C1 لـ F.dr ناقص، سأقوم فقط بطرح هذا من كلا الطرفين، التكامل الخطي للمسار C2 لـ F.dr يصبح مساوياً لصفر. كما فعلنا في فيديو سابق لقد طرحت هذه من الطرفين. تعلمنا في فيديوهات عديدة سابقة إذا تعاملنا مع تكامل خطي لمجال متجه وليس مجال قياسي، في المجال المتجه اتجاه المسار مهم. تعلمنا أن التكامل الخطي فوق C2 لي F لي F dot dr يساوي سالب التكامل الخطي لسالب C2 لي F dot dr، وهذا يدل على أن سالب C2 هو نفس المسار C2 لكن في الاتجاه المعاكس. في هذا المثال سالب C2 سوف أكتبه هكذا، سأستخدم لون مختلف لنقول
سالب سي اثنين سيكون تماما مثل المسار سي اثنين، وسأسمي هذا بسالب سي اثنين، لكن بدلا من السير بالاتجاه هذا سأذهب الآن بهذا الاتجاه. إذا تجاه الأسهم سي اثنين القديمة، لقد بدأنا الآن من هناك والعودة هنا، إذا هذا سالب سي اثنين، أو يمكن أن نكتب ونضع ناقص في الجانب الآخر، وسنقول هذا سالب التكامل، سالب التكامل الخطي على طول المسار سي اثنين ل اف دوت دي ار، ويساوي التكامل الخطي فوق المسار العكسي ل اف دوت دي ار. كل ما فعلته سأحول السالب إلى الجانب الآخر بضرب كلا الطرفين بسالب واحد. دعوني أستبدلها في هذه المعادلة. لدينا ناقص المسار سي اثنين حقا لدينا هنا، وأيضا هنا يمكن أن نستبدل هذا بالموجود هنا. دعوني أفعل ذلك. سأكتب الجزء الأول أولا. إذا التكامل على طول المسار سي واحد ل اف دوت دي ار ناقص التكامل الخطي على طول المسار سي اثنين، سأقول زائد التكامل على طول سالب سي اثنين. دعوني أبدل إلى الأخضر. لقد قمنا بنفس الشيء، سالب هذا المنحنى أو التكامل الخطي على طول هذا المسار نفس التكامل الخطي، أي موجب التكامل الخطي على طول المسار العكسي. إذن سنقول زائد التكامل الخطي لسالب سي اثنين ل اف دوت دي ار ويساوي صفر. لدينا شيء مثير للاهتمام، دعونا ننظر إلى ما دمج إليه المسار سي واحد وسالب سي اثنين. سي واحد يبدأ هنا، سي واحد تبدأ فوق هذه النقطة، إنها تتحرك من هذه النقطة على طول المنحنى سي واحد وتنتهي عند هذه النقطة، ومن ثم سنفعل سالب سي اثنين ناقص سي اثنين يبدأ في هذه النقطة، يذهب ويعود إلى النقطة الأصلية لتكتمل الحلقة. هذا هو التكامل الخطي المغلق. إذا جمعت بين هذا يمكننا إعادة كتابته. تذكر هذا حلقة، يمكن أن يبدأ هنا ويسير كل الطريق هناك، ثم يرجع كل الطريق على المسار العكسي لـ سي اثنين. هذا يعادل التكامل الخطي المغلق. هذا نفس التكامل على طول مسار مغلق، أعني يمكن أن نسمي المسار المغلق سي واحد زائد سالب سي اثنين. إذا أردنا أن يكون بالذات حول المسار المغلق، من الممكن أن يكون إذا رسمت سي واحد وسالب سي اثنين عشوائيا سيكون لأي مسار مغلق حيث المجال المتجه F لدينا له جهد، أو حيث التدرج من المجال القياسي، أو حيث يكون محافظ، ويمكن أن تكون مكتوبة كمسار مغلق سي واحد زائد معكوس سي اثنين لـ اف دوت دي ار. هذا مجرد إعادة كتابة، وهذا يساوي صفر. هذا ما أخذناه في هذا الفيديو. تعتبر هذه كنتيجة مباشرة. إذا وصلنا إلى هذه النتيجة. الآن نعرف أنه إذا كان لدينا مجال متجهي، هذا هو التدرج من مجال قياسي في بعض المنطقة أو ربما على كامل مستوى XY، يسمى أيضا جهد F. هذا هو اقتران الجهد potential function. في كثير من الأحيان ستكون سالب ذلك، ولكن يمكننا العبث بالسالب. لكن إذا كان لدينا مجال متجهي بحيث أن التدرج من المجال القياسي نسميه مجال متجهي محافظ،
يخبرنا أنه في أي نقطة بالمنطقة يكون فيها التكامل الخطي من نقطة واحدة إلى الأخرى مستقل عن المسار، وهذا ما حصلنا عليه من آخر فيديو. بسبب ذلك تكامل المسار المغلق الخطي أو التكامل الخطي المغلق، إذا أخذناه في مكان آخر نأخذ أي تكامل خطي مغلق، أو إذا أخذنا تكامل خطي لمجال متجهي على أي حلقة مغلقة سيصبح صفر لأنه مستقل المسار. هذا يأخذ صورة أنيقة إذا عرفت أنه هو المحافظ. إذا كنت ترى شيئا يشبه هذا، إذا كنت ترى f.dr وطلب منك إيجاد قيمته بالنظر إلى F هو المحافظ، أو F المعطى هو تدرج من اقتران آخر، أو F المعطى مستقل المسار، عندها يمكننا القول مباشرة أنه يكون مساويا لصفر، وانتهينا.